طيب ايه رأيك بقى ان احنا نروح للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي اللي هو عنده بطولة مهمة وهي كأس العالم للأندية. السؤال اللي في عقل كل اهلاوي هو فاضل مين في قائمة الاهلي؟ مين اللي هيلعب ضد الفريق المكسيكي؟ يعني بص، عايزين هو إجابة. الموضوع صعب جدا على النادي الاهلي، بس خلي بالك حضرتك يا دكتور، كنت انا يعني فاكر انه حضرتك كنت اتعاملت مداخله مع من المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اي وكنت حضرتك سالت السؤال، انت قلت له اعتمدتوا على ايه في تصريحات صح المهندس احمد مجاهد؟ وهو حتى ما ردش، قال يعني اكيد ده رئيس اتحاد الكوره في وقتها، فاكيد مش هيقول كلامه وخلاص يعني. اي فيعني مع مرور الوقت كان كلامك كان طلع صحيح، انه ما فيش حاجه رسمي بده، وبالتالي النادي طب الاهلي بص خلاص كده. يعني معلش يا استاذ مهدي، جاوب لي على السؤال، مين اللي فاضل في قائمة الاهلي؟ لا، فاضل كتير، النادي الاهلي عنده كتير، ولكن طبعا عنده غيابات قولهم كتيره لي. جدا. طيب قولهم علي لطفي في حراسه المرمى، ده الحل اللي قدام النادي الاهلي ماشي. حاليا. والهجوم طيب ايه؟ الهجوم مين؟ ما فيش مهاجمين عند النادي الاهلي، حسام طيب حسن مصاب، بيرسي تاو مصاب امال شهر بتقول ونص، محمد شريف موجود مع منتخب مصر، صعب جدا يعني. كمان النادي الاهلي اللي انقذه يعني انه المالي خرجت من افريقيا، فبالتالي اليو ديونج راح مع البعثه النهارده الامارات، علي معلول خرج، تونس خرجت من كاس الامم، فعلي معلول هينضم للبعثه النهارده في الامارات، فبالتالي هيفرقوا شويه مع النادي الاهلي، مع الناس اللي موجوده، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، دول الورق المتاح بالنسبه للمستمعين ان هو يقدر يلعب فيهم الماتش الاولاني بتاع 5 فبراير مع وممكن منتخب يدي المكسيك. عنصر او عنصرين من الشباب اللي لعبوا الكام ماتش اللي فاتوا. هو بص، طبيعي غصب عنه، لان الورق لازم يدي حد من العناصر دي، لانه عنده اماكن كتيره مش يعني فاضيه، ما فيهاش حد طب مين من الشباب دول كان كويس؟ يعني. عمار حمدي متوقع ان هو ياخد فرصه كويسه جدا في الماتشات، ما اعتقدش ان هو يقدر يجازف بحد تاني من اللعيبه الشباب، لان هم سنهم صغير والماتش تقيل على النادي الاهلي. ممكن لعيبه من اللي كانت مع النادي الاهلي هم الكبار، بس ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه، محمد هاني مثلا هيبقى موجود في الجبهه زي اليمين وليد على حساب سليمان مثلا. اكرم توفيق، وليد سليمان هيبقى موجود، ولكن ما اعتقدش ان هو هيشارك مع موسيماني، هو موسيماني مش معترف بوليد سليمان، حتى الماتشات اللي فاتت كان يعني ما كانش بيلعب مع النادي الاهلي، هو بدا يشارك في الفتره اللي فاتت مع فريق الشباب، فبالتالي انه ما يعني حتى كان في كلام انه يسافر مع البعثه او ما يسافرش الامارات، وفي الاخر تم الاستقرار على انه هو ياخد كل الناس اللي موجوده معاهم في الامارات، واللي يلعب يلعب، ما يلعبش ما يلعبش، فبالتالي انه وليد صعب ان هو يشارك، خصوصا انه حتى الحته بتاعت لازم وليد ياخد موجود، كل اللعيبة. ما هو ما قداموش حل انه غير انه ياخد كل اللعيبه، لانه خلاص كمان يعني بعد وصول مصر لنص نهائي الكان، خلاص بقى صعب جدا انه لعيبه النادي الاهلي ينضموا للنادي الاهلي، لان طيب الموضوع بالنسبه توقعاتك لهم كان ايه لكاس او الاهلي في كاس العالم للاندية؟ هل هنكرر انجاز المرة اللي فاتت؟ هناخد لا، المركز صعب جدا الثالث؟ بالورق اللي موجود مع النادي الاهلي ده والقماشه دي، صعب جدا ان هو يكرر رابع؟ المكان ده. طيب لا، صعب جدا صعب جدا يعني الاهلي لو ربنا كرمه ايه يعني، هيلعب هندخل بقى ثلاث في مراكز الخامس من الخامس والسادس ولا للسادس ايه؟ يعني، الخامس والسادس يعني لو يبقى انجاز يعني. شكرا يا استاذ مهدي، طمنتنا. بشكرك جدا الناقد الرياضي الاستاذ محمد المهدي، وطبعا قلوبنا متعلقة بمنتخبنا اولا في ماتش الكاميرون، وقلوب الأهلوية متعلقة ثانيا ببطولة كأس العالم للأندية.